نتمنى انك تكون عندك ورقه وستيلو. زوج ديال الحلويات اللي عطاتنا لاله اسيا بالامس من مدينه الدار البيضاء واللي هي وردات واللي كانت فيها المقادير ديال الاربعه ديال البيضات، ربعه ديال الزبده، كاس ونص تاع السنيده، فاني، كاس ديال الزيت، خماره، زوج كيسان ديال الكوك والطحين. نعاود المقادير اللي هي حلوه ديال الوريدات كنحتاجو ربعه ديال البيضات، ربعه ديال الزبده، كاس ونص تاع سنيده، فاني، كاس ديال الزيت، خماره، زوج كيسان ديال الكوك والطحين. غنحتاجو كذلك هذه فيما يخص الحلوه الاولى. الحلوه الثانيه اللي هي عباره عن مثلثات بالكراميل. بالنسبه للمقادير كنحتاجو زوج كيسان ديال الزيت، زوج كيسان ديال السنيده، ياغورت فاني، ربعه ديال الزبده، زوج خمارات والطحين. نعاود المقادير: زوج كيسان ديال الزيت، زوج كيسان ديال السنيده، ياغورت فاني، ربعه ديال الزبده، وزوج معالق او زوج خمارات عفوا، والطحين حسب الخليط حنا كنعرفو. غنحتاجو لتزيين الكراميل الشكلاط والكوك. بالنسبه للكراميل عطاتنا لاله اسيا المقادير ديالو اللي هو عباره عن زوج كيسان ديال السكر زائد معلقه ديال القرفه، معلقه ديال الزبده، ثلاثه الكيسان ديال الحليب مع التحريك، ومنين كان في التالي كاع يعني حتى كتعقدينا مزيان وهذا كنضيفو كاس الرابع. يعني في المجمل غادي نحتاجو لربعه الكيسان ديال الحليب. كنحركو مزيان حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي تيكون متجانس، وكنغطسو فيه الجنيبات ديال هاد المثلثات اللي صايبنا بالعجين اولا على حسب الشكل اللي بغيتو. تفندو في الشكلاط، تفندو في الكوك، تفندو في اللوز إفيلي، ديك ساعات عندكم واسع الاختيار واسع النظر في التزيين كيف ما بغيتو. كنشكرو كاع الحدقات اللي